slowly let me down. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبائي, رمضان كريم عليكم. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعود عليكم بالصحة والعافية والخير وتحقيق الأماني. أحبائي, شغلنا لهذا اليوم إن شاء الله, لاحظوا عيني, هو هذا السوار. لاحظوا, مستعمل به ثلاث أنواع من الخرز. خرز النمنم الحجم الاعتيادي ومستعملته يعني هو يكون ملون بعدة ألوان. هاي الخرز الناعم اللون الذهبي, وهاي الخرز الكبار اللي اختاريته بوحدة من الألوان الموجودة. أحبائي, أنا اللي مشتغلة كبداية ماخذة 8. هنا أنا حشتغل هسه, يعني حشتغل بس نموذج واحد من عنده, فحاخذ 2 منانة و2 منا, يعني حبدي البداية بأربعة. شيلاخ أحبائي, أنا مستعمل هنا خرز كبار سوار شوية, راد لي يبين. هنا حستعمل للنموذج, حستعمل خرزة أنعم شوية من عنده. المواد اللي حستعملها هي اللون الأخضر, إحنا نقول عليه صدر الحمام اللي ينطي عدة ألوان, لون الذهبي الناعم, ومثل ما قلنا الخرزة الخضراء اللي هي الناعمة. أحبائي, قبل أن نبدي بالشغل أحب أذكر أنه اللي يشرفونا أول مرة بالقناة, أتمنى من عندهم الاشتراك بالقناة, تفعيل زر الجرس, مشاركة الفيديو, وأي سؤال بالتعليقات. أحبائي, البداية حاخذ 2 من هاي النمنم, شوفوا عيني, حوصله إلى حد النهاية وأبدي أرجع الخيط به حتى أربط الخيط بعدين. شوفوا أحبائي, بهذا الشكل صارت عندي. لاحظوا كأنه 2, وحدة يم الأخرى مصفطة. حجي أرجع الأبرة لي فوق, شوفوا عيني, أخذ تكرار وحدة أخرى, أرجع الأبرة من النهاية, بعدين أخليه أرجع الأبرة من فوق. شوفوا أحبائي, أخذ وحدة أخرى تكرار, أرجعها بهذا الشكل, شوفوا عيني, هاي صارت 4, وحدة بجانب الأخرى, وأرجع أرجع الأبرة من فوق. أحبائي, صارت عندي 4 بهذا الشكل. هسه اللي حبدي أسويه كسرة وراء, أخذ 2 من هاي, شوفوا عيني, الخيط من أنا طالع, حخليه بجانبها كأنه دا أصفط فوقها, أرجع أطلعها من هاي اللي بجانبها من تحت. شوفوا عيني, شوفوا أحبائي, تكرار, حاخذ 2 أخرى, لأن هي العدد لازم يكون زوجي. شوفوا أحبائي, خليتها من هاي اللي بجانبها بهذا الشكل. هاي بالشغل هاي حتبدي ترتبط واحدة بالأخرى. أحبائي, بعد الخيط طالع من جوا, حبدي أدخلها من هاي اللي بجانبها وأرجع أرجعها من هاي اللي فوق. هسا أحبائي, حبدي بالشغل مالتنا, شوفوا عيني, تكرار, حاخذ 2, ومثل ما قلنا أخليها بهذا الشكل, حاخذ وحدة من هذا النمنم الناعم وأرجع أعبرها بهاي, بعيني, يعني بالضبط أبدي أحشي بيناتها. تكرار, أخذ 2, شوفوا عيني, بهذا الشكل, وأبدي أطلعها من هنا وأرجع أدخلها من أول وحدة من جوا, شوفوا عيني. هسا أحبائي, نفس الحالة, همين حاخذ 2, شوفوا عيني, وهم أرجعها من هنا, لكن هالمرة حاخذ 2 من هاي النمنم الناعم وأخليها من هنا. شوفوا أحبائي, تبدي المسافة تتوسع عندي بهذا الشكل أيضا. لاحظوا أحبائي, وأرجع من هنا
وأرجع على أول وحدة. هاي المسافة أحبائي، بس خلنا أراويكم شغلة، هاي المسافة اللي حشتغلها هنا تختلف حسب كبر الخرزة اللي حستعملها. يعني مثلا شوفوا هنا أنا بادية من الوحدة، وحدة 2 3 4 5 6 إلى حد 6 نمنمات ذهبية أنا مستعملة. زين أنا عندي هاي الحجم الخرزة، يعني ما يحتاج إلى هذا العدد، فوين ما أوصل إلى العدد اللي يكفي أتوقف ذاك الوقت وأبدي أدخل الخرزة. فأنا همين حشتغل بنفس الطريقة، إنه أزيد وين ما أوصل الشيء اللي أريده. إن شاء الله أرجع لكم. أحبائي شوفوا عيني، هسه أنا اشتغلت وصلت إلى حد إنه 4 خالة، شفت الخرزة انه كافية بيها، فحبدي هالسرة ادخل الخرزة بيها. شوفوا عيني على شغلنا، اخذت 2 واخليهم من هنا. هسه حبدي ادخل الخرزة. شوفوا احبائي بالضبط كأنهم مكان هاي الخرز ذا اخليها، فحطلعها من هنا. شوفوا عيني بهذا الشكل صارت. تكرار اكمل 2 من هاي الخرز، العفو النمنم. هسه ارجع من هنا، شوف احبائي حرجع بداية السطر. احبائي شوفوا هسه من حبدي هذا السطر الاخر، احنا اعتيادي شغلنا هو 2، بس شوفوا وياي انا حشتغل هاي 2، بس ما حخلي من هذا النمنم الناعم، حرجع بنفس هاي الخرزة الخضراء. ليش؟ لأنه هاي ارتفاعها عالي، فيرادها فد عدة سراوات توازيها على الأقل هي فد سراوين، بعدين أرجع أطلعها من هنا من هاي 2. شوف عيني وأرجع أسوي تكرار 2 أخريات. شوف أحبائي هسه بعدين من تلم فوقها يبدي يبين الشغل. أرجع إلى بداية السطر هالشكل، همي أنا حاخذ 2 شوف أحبائي هاي 2، حبدي هالمرة أخذ 4 من اللون الذهبي وأرجع من هنا نفس ما اشتغلت قبل شوية. يعني هالمرة حيكون عندي العد تنازلي، لاحظوا أحبائي، وارجع تكرار 2 اشتغلها. شوفوا عيني وارجع لنفس السرة مالتنا مثل ما اشتغلت بالبداية. هالمرة بالعكس حيكون عندي العد تنازلي، يعني بدل ما اشتغلتها بالبداية زيدت، هسه لا بالبداية هنا حبدي انقص اللون ذهبي. طبعا لاحظوا عيني ايضا 2، هالمرة اخذ 3 وأرجع أعبرها بهذا الشكل أحبائي، وأرجع تكرار 2. هالمرة تبرز الخرزة اللي هي موجودة بالوسط، كل ما أحاول أسحب الخيط عليها. شوف أحبائي بهذا الشكل. هسة نفس الحالة، لأن حنبدي أيضا ننقص لازم. شوف عيني بهذا الشكل اخذ 2 واجي الى هنا. شوفوا احبائي وتكرار 2 حتى ارجعها للبداية. شوفوا عيني وهسه هالمرة 1، فايضا اخذ 2 اخذ 1 وارجع اشتغل 2. السرة اللي بعدها احبائي لا تبدي ترجع بس الخرز الخضر. شوفوا عيني فهي حتى ابدي ارجعها الى البداية بهذا الشكل من هنا. شوفوا عيني وارجعها الى هذا اول سرة اول وحدة. هسه احبائي بدون هاي الزيادة هاي 2 وبعدين تكرار بصفها مباشرة 2 الاخريات
اللي هي ايضا بنفس اللون. شوفوا احبائي بهذا الشكل، واستمر عاد ابدي انطي مسافة بين وحدة وحدة، يعني اشتغلي هنا لفد 4-5 سراوات بكيفكم، وتكرار ابدي ارجع الشغل مرة اخرى. حيكون عندي بهذا احبائي، شوفوا خلصنا هذا الشغل، فمثل ما قلت لكم قبل شوية انه اشتغل كم مسافة مثله وارد اكرر هذا الشغل مثل ما شفتوا بالسوار الاصلي اللي انا مشتغلته. لاحظوا الفرق بالحجم هنا عيني، هنا لان استعملت خرزة ناعمة ما اخذت هالقد مجال، هنا الخرز كبار فاكيد حتاخذ مجال، واكيد انتوا اللي يعجبكم هو حتشتغلوا. فكرته بسيطة وحلوة، وان شاء الله ما تأخركم لان الشغل مالته كلش سريع. اتمنى ان شاء الله الفكرة عجبتكم اليوم، اتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها، اتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة الفيديو، وتساعدونا بساعات المشاهدة ان شاء الله حتى نقدر نفعل القناة مالتنا، واي سؤال بالتعليقات تدللون، وشكرا جزيلا.